عاودينا كيفاش هاد البنيه وجدوها؟ مشى كانوا جاو الكوميساريه قال نحنا كنديروا التحريات ديالنا، خليو حتى اللي كان شي خبر ونجو نعيطوا لكم. ملي تلقينا لقاوها اتصلوا بهم الكوميساريه ديال حي الفلاح، قالوا لنا البنيه ديالكم راه كاينه. مشينا قال لك غير شافت حطوها تما، هي لقات شي كوميسير شي بوليسي تما، مشات لعندو قالت لي انا مخطوفه. صافي عيطوا لينا حنايا، عيطوا لينا حنا صافي، فرحه خلعه، مسيقين ما مسيقينش، هذا هو الهدف. المهم لقينا البنيه ديالنا، ودابا كاينه مع الامن. هي كاينه مع الامن دابا الحمد لله، مني وسط الامن وسط، وكنعتذر من الامن ولا الغلط ما فيهم ولا شي حاجه يسمحوا لينا. حنا ماشي بالخاطر ديالنا، راه الحرقه ديالنا لداخل هي اللي كتدفعنا نغوتو، دفعنا كنهضرو. في نظركم شنو هو السبب ديال الاختطاف ديال البنيه؟ ما هذا الاختطاف غامض، ما عرفناش شنو السبب، ما عرفناش. هذا هو السبب اللي محيرنا. حنا بغينا دابا البنيه جات هي اللي غادي تعطينا التفسير لهذا الاختطاف. حنا ما عارفينش، لغز غامض، ما عرفناش شنو. باها درويش، ام الام ديالها درويشه، ما تعادوا مع حتى شي واحد على قد الحال. الناس ماشي شي ناس غادي يديروا العداوه هذه. شكرا، بارك الله. الدريه من ترونسبور لدارهم ما كاين حتى شي حاجه. شكرا، وحنا فرحانين، وشكرا على المجيء ديالكم. شكرا.